بنتابع مشاهدينا بموضوع كتير مهم الكل ناطرينه صراحة، كلنا الأنين لأنه كلنا عنا هم التعليم إن كان المدرسة الثانوي أو الجامعي. رح نحكي عن مصير العام الجامعي بالجامعة اللبنانية. بصيرنا استقبل بالاستوديو بروفيسور حامد حامد، الناطق الإعلامي باسم الأساتذة المتعاقدين بالجامعة. أهلا وسهلا فيك بروفيسور. ومعي عبر تطبيق زوم كمان بدي رحب ب دكتور علي عواد، دكتور علم المنيعة بالجامعة اللبنانية بكلية العلوم بالفرع الأول والخامس. صباح الخير دكتور. صباح النور يا هلا. بروفيسور خليني أبلش هيك معك، نحكي عن العام الدراسي، هل سيكون عام جامعي طبيعي؟ ما بعرف كلمة طبيعي يعني، ومتى سيبدأ؟ على كل حال بداية باسمي وباسم كل الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أتقدم من محطتكم الكريمة بأسمى آيات الشكر والامتنان على هذه الاستضافة التي نتمنى من خلالها أن يصل صوتنا إلى آذان المسؤولين والقيمين على جامعتنا الوطنية. أهلا وسهلا. الله يخليك. أما فيما يتعلق بالإجابة عن سؤالك، فيبدو واضحا أن ثمة مشاكل كبيرة وأساسية تعتري انطلاقة العام الجامعي بشكل طبيعي. طبعا. وذلك يعود إلى أسباب عديدة أهمها. أولا، عدم جدية هذه الطبقة السياسية الحاكمة ولا مبالاتها تجاه كل ملفات الجامعة اللبنانية من تفرغ وملاك وموظفين ومدربين وما إلى ذلك. نعم، ومتعاقدين. صح. ثانيا، إن موازنة الجامعة التي أقرت مؤخرا، نعم، والتي تبلغ حوالي 366 مليار ليرة لبنانية، بالضبط ليرة لبنانية، تكاد لا تكفي لمدة شهرين في أقصى الحالات. نعم. لتغطية نفقاتها التشغيلية، يعني كتأمين المازوت والكهرباء. نعم. نعم. والقرطاسية وكل مستلزمات التصوير والطباعة وما صحيح. إلى ذلك. ثالثا، المواصلات وتكلفتها العالية جدا، بغية الوصول إلى الفروع والكليات. نعم. نعم. وهذه مشكلة أساسية يعانيها الطالب والأستاذ على حد سواء. صحيح. رابعا، وهو السبب الأهم والأخطر على كل المستويات الإنسانية والاجتماعية والأكاديمية، وأقول هذا الكلام وفي قلبي غصة وألم شديد يتمثل بما يأتي. نحن الأساتذة بخاصة المتعاقدون منهم لم يعد لدينا وللأسف الحافز أو النشاط أو الرغبة في العودة إلى صفوفنا من جديد. نعم، وهذا أخطر ما يمكن أن يشعر به. ليس لأننا لا نريد أن نعود، بل لأننا لا نستطيع أن نعود. قدي الجرح كبير بروفيسور، يعني شايفتك قدر ما تشاء، يعني عن جد فاجأتني قدي الواحد بس يعبر قدر ما تشائين. نعم. على كل حال، إذا نظرنا إلى واقع الحال، فمنا من هاجر ومنا من بقي في وطنه يجر أذيال الخيبة. نعم. واليأس والفقر والإحباط. نعم. وآخرون بدلوا مهنتهم ليؤمنوا قوت أولادهم. صحيح. وليحافظوا على الحد الأدنى من كرامتهم. نعم. بدي دكتور علي، يعني بعرف في نفس الصرخة، عن جد يعني بوجع قلب كبير من الأساتذة، من الطلاب، من أهالي الطلاب، من هالهم الكبير يلي عم ينعكس على لبنان كله، على القطاع التعليمي المتردي ويلي صار بمرحلة خطيرة. شو هي التحديات دكتور علي يلي رح، ما بعرف إذا رح تقدروا تواجهوها،
هل رح تقدروا إذا بدي هالعام هل رح يستمر؟ ستنا أول شيء أنا بحب تشكرك وتشكر زعتك لريمي لحتى نحكي بهالموضوع، موضوع الجامعة اللبنانية اللي هو موضوع قضية وطنية. نعم. مش موضوع صغير، هذا موضوع كتير كبير. إن دل على شيء إن هو بدل على فشل الدولة في المحافظة على المؤسسات العامة والإدارات العامة ولا سيما المنتجة منها واللي هي الجامعة اللبنانية اللي نحن بنعتبرها جيش لبنان الثاني. نعم. يعني تقريبا عنا حوالي 100,000 بين طالب وموظف واستاذ، هيدول بمهب الريح صار. نعم. طيب أنا بدي فصل شوي من محل ما انتهى زميلنا وخينا دكتور حامد حامد. هل يا ترى الدولة بتعرف أنه نحن إلنا سنتين مش قابضين ليرة من الجامعة اللبنانية؟ هل يا ترى الدولة بتعرف أو بيعرف كل المسؤولين؟ بعض المسؤولين هن للأسف هن مسؤولين عن عقود الذل اللي نحن بنسميها اللي هي عقود المصالحة، اللي نحن تصوري خلصنا سنة الماضي العام الدراسي وما قبضنا ولا ليرة عنه، والعام الدراسي هالسنة بعد في الامتحانات بدأت نعمل منه. نعم. كمان ما قبضين ولا ليرة. بتعرف الدولة والمسؤولين أنه نحن ما في عنا ضمان اجتماعي؟ نحن طلابنا بالجامعة اللبنانية مضمونين والأساتذة غير مش مضمونين. نعم. يعني نحن إذا رايحين على الجامعة زحطنا على درج أو نعم. عملنا حادث على الطريق، لأنه للأسف نحن بنعلم بأكثر من فروع. أنا شخصيا بطلع على نبطية بعلم، غيري بروح على صور، غيري بروح على بنت جبال، غيري بروح على الشمال. إذا صار معه حيلا حادث مين نعم. بتكفل بعلاجه؟ هل بتعرف الدولة والمسؤولين بالدولة للأسف أنه ما في عنا منح تعليمية لنعلم أولادنا؟ هل بيعرفوا انه ساعتنا بتتراوح بين 60,000 و90,000 حسب رتبه الاستاذ، يعني بين دولارين وثلاث دولارات؟ شو بيعملوا هون؟ بس حدا يخبرنا هيدول شو بيعملوا. نعم. وللاسف نحن مين بده يخبرنا ضريب. دكتور علي مين عم يسمع ليخبرنا؟ مين بدك يسمع هلا ويجاوبنا؟ ونحن بندفع ضريبة الدخل على عقد الذل اللي هو عقد المصالحة من دون أي تقديمات. ما في بلد بتدفعي أنت ضريبة فيه ما بيعطيك ضمان صحي، ما بيعطيك منح تعليمية، ما بيعطيك بدل نقل، ما بيعطيك معاشك كل آخر شهر للأسف. نحن الجامعة اللبنانية مثل ما قال خلينا دكتور حامد كان تقريبا موازنتها حوالي 250 مليون دولار، هلأ لا تتعدى 15 مليون دولار، يعني ما بتكفي كدفع نفقات تشغيلية. نعم. للمازوت لأمن كهرباء لك على القليل مختبراتنا نحن مش قادرين نمشيها بكلية العلوم. أنا بتحكيكي شخصية عن كلية العلوم اللي هي من أهم الكليات. صحيح. بالجامعة اللبنانية واللي هي طلابها مشهود لهم بالكفاءة بكل العالم، ورغم كل هالأزمات بعضهم طلاب، في طلاب عنا عم يسافروا وعم يعملوا دكتوراه وعم يبيضوا وجهنا، عم يبيضوا وجهنا ومشهود لهم بكفاءتهم، منا قادرين نحافظ على البرادات اللي موجودة لنحافظ على الخلايا اللي هي بنستعملها نحن. نعم. بالتجارب بالمختبر 100% للأسف نحن السياسة دخلت عنا بكل مكان. نعم. اللي عطلت الجامعة السياسة هي عطلت الجامعة، إن كان من ملف تشكيل العمدة لا ملف التفرغ اللي له من 2014 عم يندرس وعم يتمحص، ومشكور رئيس الجامعة عمل الدكتور بسام بدران عمل جهد كتير كبير بهذا الموضوع، بس للأسف آخر شيء نصطدم بالسياسة والمحاصصة الطائفية. تعطل ملف الملاك اللي هو بدر مصاري على الدولة، تعطل ملف المدربين اللي هن كمان زملاء لنا مظلومين بيجوا من آخر الدنيا لحتى يجوا يداوموا ساعاتهم لحتى يقبضوا معاشاتهم، وهذا كله ياتوا آخر شيء ما حدا عم يسمع. نعم. تركين الجامعة اللبنانية لمصيرها، تركين مصير 80,000 طالب وما حدا عم يسأل، بس هم كيف نعين عميد، كيف نعين مدير، وكيف نسيطر على الجامعة اللبنانية على حساب الجامعات الخاصة. نعم. فنحن قدام تحدي كتير كبير بهذا الموضوع. أولا مش لبداية العام الدراسي، لإنهاء العام الدراسي الحالي. دكتور حامد قال نحن في عنا نوع يعني صرنا محبطين. أنا حقلك ليش نحن محبطين، بس بدك تشوفي زميل لإلك عم يشتغل شوفير تاكسي، دكتور عم يشتغل شوفير تاكسي. نعم. بس يكون في وبوجه له تحية، وبس يكون عندنا في زميل آخر عم يشتغل بمعمل جبنة ولبني كمان بدنا نوجه له تحية، وبس دكتور ثالث عم يشتغل كاشير بمطعم كمان بدي وجه له تحية، بس للأسف الدولة وينية؟ الأستاذ اللي عم ينزل ببلده الدولة وينية؟ ما عم يشوفونا، هني بس هم حالهم وما شايفين إنه الجامعة اللبنانية هي من المؤسسات أو الإدارات اللي بتدر مصاري على الدولة عبر أساتذتها وطلابها اللي هني موجودين برا واللي بيحاولوا بالفرش. واللي بيحاولوا بالفرش على البلد، واللي رافعين صيت البلد، واللي رافعين سمعتنا بالعالم. صحيح. فنحن هون بدي اقول شغلي انه نحن قادرين اذا الدوله بترجع بتزيد مساهمتها للجامعه، اذا الدوله بتطلع ب
حاجه الاساتذه. يعني انا الاستاذ الجامعي بدي اقول لك عامه العقد المصالحه تقريبا هو بين ال 20 وال 26 مليون ليره. نعم. اذا بتقرشيهم على الدولار بيطلعوا 600 دولار لل 700 دولار، هذا بيقبضهم كل سنه. مين بقى مصروف العائله 600 700 دولار بالشهر؟ مين بعد قادر يعيش؟ اساتذه فلوا. الاساتذه فلوا من الجامعه. نعم. عم نخسر اهم كوادر، واللي بصح له يفل حيفل اليوم قبل بكره. حدد رئيس الجامعه رفع الصوت، معالي وزير التربيه رفع الصوت. بس مين عم يسمع من هالدولة؟ صحيح. مين عم يسمع ومين عم مين بده يرد علينا؟ للأسف يعني نحن وصلنا لمحل إنه هل يا ترى عنا لقدر نروح على الجامعة؟ طب أنا إذا بدي أطلع مثلا بعطيكي مثلا عني أنا وفي زملاء أكثر مني بعد، إذا بدي أطلع أعطي ست ساعات اللي هو ست ساعات العدد الساعات المسموح فيه بالنبطية، إذا أخذنا معدل وسط الساعة ب 70,000، طب أنا بدي تنك بنزين بقيمة 700,000 لأوصل على النبطية وأطلع وأنزل. صح. يعني أنا بطلع عم بدفع من شركة 350 أو 400,000 تطلع علم كأنه متروك. يعني متروك الجامعة اللبنانية لضمير أساتذتا، متروك لشو؟ يعني ما عم نفهم، معيب عن جد هالكلام. بنعرفه حقيقة بس وقتها نسمعه منكم كمسؤولين كناطقين رسميين باسم الأساتذة عن جد بنخجل. بنخجل إنه أساتذتنا عم تضطر تروح تشتغل غير شغل. وأنت منهم بروفيسور حامد؟ طبعا اكيد. صح؟ منهم. صح. انا الان اعمل في مجال تشريج الخطوط الهاتفيه. نعم. فتحت مكتبا لتحويل الاموال لنؤمن قوت حاجاتنا. طبعا. يعني هذا بعرف يعني قد ما يكون عندنا مساحه هذا الصوت ما بعرف مين عم يسمعه. بدي منك بروفيسور هيك كلمه اخيره بالنسبه لمستحقات الاساتذه، بالنسبه لموضوع الكهرباء والمنزل، بالنسبه للمستحقات. نعم. لكن ذكرت كلمه المستحقات، لكن قبل ان اجيب عن هذا السؤال لو سمحتي مدام ماجي، اود ان اوضح امرا لا يعرفه الكثيرون من غير اهل الجامعه. في الجامعة اللبنانية هناك أساتذة متفرغون. نعم. وأساتذة متعاقدون. أما المتعاقدون منهم والذين يشكلون حوالي 80% من الكادر التعليمي فليس في قاموسهم ما يسمى مستحقات. شو بنسميها؟ نحن بل أصلا لأنهم لا يتقاضون رواتب شهرية بل دفعات مالية تقبض كل سنتين كما قال زميلي الأخ دكتور علي، وقيمتها تقبض كل سنتين أو ثلاث سنوات من تاريخ دخولهم الجامعة، من تاريخ دخول الأساتذة الجامعة، وذلك لأنهم خاضعون لعقود ذل تسمى عقود المصالحة. نعم. نعم. بالإضافة إلى ذلك، أضف إلى ذلك أن ليس لديهم بدل نقل أو استشفاء أو تقديمات صحية أو طبية أو صندوق تعاضد أو صندوق تعويضات أو بدل أو منح مدرسية أو 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 أو، ليس لديهم أي شيء. فعلى أي مستحقات نتكلم؟ صح. كل ما في الأمر أننا سمعنا بمساعدات اجتماعية أو ما أطلقوا عليها اسم النصف راتب، مساعدات اجتماعية ذليلة لم يصلنا منها شيء منذ شهر كانون الثاني. صحيح. هذا هو الوضع. سؤال هيك سريع، هل سينتهي العام الماضي حتى نبدأ بالعام الجديد؟ أصلاً العام الماضي لم ينجز بعد. هذا ما أسأل عنه. يعني كيف نبدأ بعام جديد ونحن لم ننجز العام الماضي؟ شو الحل بروفيسور حامد؟ الحل على الدولة أن تلتفت إلى هذه الجامعة، وإلا نحن ذاهبون إلى الخراب، لأنه إذا بدك تبني وطن بدك تبني جامعة. شكرا بروفيسور حامد على هذه الصرخة. دكتور علي كمان بشكرك على مداخلتك عبر تطبيق زوم. ما بعرف هيدي قضية وطنية مثل ما ذكرته، صراحة هكذا تبنى الأوطان ومن هنا نبدأ ببناء الأوطان. إذا بتسمحي لي بس بدي أعلي على شغلة، الجامعة اللبنانية هي جامعة قادرة تكون جامعة منتجة. نعم. وللأسف بأزمة كورونا نعمل شغل جبار من أساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية ومدربيها، وللأسف نحن كنا قادرين ندخل حوالي 52 مليون دولار لأنه نحن كنا على خط الجامعة المنتجة. نعم. بس
شريك عندنا نحن مشكله البي سي ار، بعتقد سمعتي فيها. صحيح. وهيدي المشكله اللي هي نحن هلا فتنا بصراع قانوني عليها. هدول البي سي ار هن 52 مليون دولار قادرين يساعدوا الجامعه حوالي سنتين تستمر لقدام مع هالمساهمه الزهيده اللي هي من قبل الدوله. نعم. وللاسف لحديث هلا ضايعين هال 52 مليون دولار اللي هن لازم يقبضهم الجامعه اللبنانيه بالفريش. نعم. فشركات الطيران الميك واللاف بدهم يعطونا اياهم فتات، بدهم يعطونا يوم فتات 8000 ليرة وياخذوا تعب الأساتذة وتعب طلابة. نعم. هذا المختبر اللي أنشئ بالعام 2019 واللي كان كلية وأساتذة كلية العلوم من أول اللي كانوا بالخط الأمامي أكيد مع كلية الطب اللي كانوا كمان بخط أمامي للدفاع بوجه هذا الفيروس. نعم. عندنا للأسف 52 مليون دولار هدول قادرين يساعدوا كتير كتير. نعم. كتير. وحضرت رئيس الجامعة أطلق صرخة كتير كبيرة بهالموضوع وحكي كتير بهالموضوع على التلفزيونات وعلى الإذاعات وفي القضاء، بس لحديث هلأ للأسف ما لا يوجد من يجيب على هيدا الموضوع. صحيح. فنحن إذا 52 مليون دولار بيرجعوا للجامعة اللبنانية، هالجامعة فينا نرجع حضوري، فينا نساعد الأساتذة لحتى يرجعوا حضوري، فيهم طلابنا يرجعوا على الجامعة اللبنانية، لأنه الجامعة اللبنانية برجع بكرر وقول قضيتها قضية وطنية، وهذا الشيء كتير مهم لحتى نقدر نخرج أجيالنا. وبرغم كل هالصعوبات وبرغم التعليم الأونلاين نحن بعدنا محافظين على مستوى طلابنا، وبعدنا محافظين وبعدنا عم نعطي من كل قلبنا، بس للأسف في مش قادرين نوصل مش قادرين مش لانه يعني ما مش بدنا قادرين. مثل ما قال دكتور حامد 100% يعني نحن بنلاقي لزة اذا كنا نحن عم نتعاطى مع الطالب طبعاً. عم نحلل مع الطالب، نحن هيدي شغلتنا بالنهايه، هيدي رسالتنا، غير ما نقعد هاي مش نحن بدل ما نكون قدام الكمبيوتر عم نحكي لحالنا. صحيح. والطالب يمكن يزهق يمكن ينعس يمكن يقطش عنده الانترنت، للاسف مش في شيء ماشي بهالبلد. فنحن بنلاقي مثل ما قلت تفضلتي هيدي رساله، هيدي لزتنا نحن انه نحن نتواصل مع طلابنا ونكون منهم ونساعدهم ونتواصل نحن وياهم ونلبيهم ونشوف كيف فينا نكون معاهم لحتى. صحيح. يوصلوا لمراتب اعلى ويرفعوا هذا البلد وينقذوه من هالازمه اللي هو موجود فيها ان شاء الله. أنا يا رب مزيد بدي اتشكرك. اهلا وسهلا دكتور علي عواد. ان شاء الله ان شاء الله حدا يرد علينا، ان شاء الله حدا يكون عم يسمع وين 52 مليون دولار يلي ممكن تنقذ العام الماضي حتى نقدر نبدأ عام جديد بالجامعة اللبنانية. بدنا جواب. شكرا بروفيسور حامد. شكرا.